بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوكم سباك محترف يا جماعة، وإن شاء الله إحنا في محل معرض القدس، فكنا حابين بس نعرض عليكم إنه أو نعرفكم إن ده شيك بلف، ماشي، إيطالي. شيك بلف إيطالي ده نظيف جدا، طول عمرنا بنشتغل فيه وبسم الله ما شاء الله عليه كويس، عمره ما بيهرب او ما بيسربش مية، يعني ما نصحه، ماشي. وعندنا كمان نوع تاني نيكل كروم من برة ومدهون بس، ولكن من جوه نحاس، ونفس الموضوع، يعني عشان محدش يضحك عليك يقولك ده وحش او ده حلو، ده شكله مش نحاس، لا نحاس، ولكن بس مدهون دهان كده لانه مش شركة عالمية يعني، اما ده شركة عالمية ايطالية كويس، ده صنع في مصر وجودته والله بسم الله ما شاء الله. لو تشوف الجودة ما شاء الله ما شاء الله، الجودة من جوه الله أكبر عليه، تشطيبه ممتاز جدا، وكمان السماكة بتاعته يمكن أتقل من التاني شوية. فإذا عجبك الفيديو اعمل لنا لايك وشير للقناة، وشكرا للجميع، وانتظرونا في حلقات تانية إن شاء الله نعمل لكم حاجات حلوة. شكرا.